السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن شخصية الوالدة. الوالدة نشأت في بيت جدي أحمد الجريسي، هو كان تاجر غلال وبعدين بعد بعض تاجر قماش، وكان أصلا من منوفية من مدينة أو مركز اسمه أشمون جريسي. الوالدة كانت إحدى 13 أخ وأخت لجدتي، إلا 10 منهم ماتوا وعاش بينهم فقط 3. فكان جدي الجريسي رحمة الله عليه بيحب الوالدة جدا جدا، هي وخالي حسن رحمة الله عليه، كان دايما بيفسحهم ويغدق عليهم أموال كتير جدا، خاصة قبل الحرب العالمية كانت الاقتصاد في مصر كان قوي جدا والتجارة مع جدي كانت قوية جدا، فكان يوديهم المسارح ويشوف الممثلين نجيب الريحاني فاطمة رشدي يعني وأشياء كتير جدا وأحسن المحلات وأحسن الملابس إلى آخره. لكن لما جيت الحرب العالمية الثانية ضرب الاقتصاد فتكدست التجارة في مصر في هذا الوقت. الوالدة كانت جدي كان أصلا لنزعة سياسية مع السعديين مع الوفديين، كانت الوالدة عضو في حزب الوفد وكانت إحدى الخطباء بتاع حزب الأعضاء في منطقة الضرب الأحمر في هذا الوقت في الثلاثينات بالذات. فأصبحت الوالدة هي شخصية اجتماعية مجمعة للعيلة عندها، كان الناس يجوا عندنا اللي عايزة تتجوز واللي هتطلع واللي عاملين جمعية وكذا وكذا وكذا، فكانت هي اللي بتحتضنهم كلهم عندها في سنها الصغير أو لما كبرت فيما بعد. لما أنا اتولدت وحصل لي إنها اكتشفت إن أنا عندي رجل اليمين أصيبت بشلل الأطفال، كانت مهتمة بي جدا 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 لدرجة الدلع يعني، علشان كنت عايزة تعالجني بأي طريقة، ما كانش في علاج دي في نفس الوقت ده، فهي اللي أشركتني في جميع الأعمال الرياضية وخلتني أحب ألعب الكورة، وهي اللي أشركتني في منظومة الكشافة والجوالة فيما بعد، وكانت هي اللي بتنزل معايا تجيب لي اللبس بتاع الكشافة واللباس الرياضي إلى آخره علشان أخرج من الأزمة اللي أنا كنت فيها في هذا الوقت، خاصة أن أنا أصغر الأطفال بتاعها. فالوالدة كانت شخصيتها قوية، وكان دايما في النقاشات ما بينها وبين الوالد يحصل سجال معركة، لأنها كانت قارئة للتاريخ وقارئة للفقه، وفي الوقت ده هي أحد النساء أو أحد البنات التي حرمت، كان في حاجة اسمها زمان اسمها مدرسة الطب وكانت قبلت فيها، ولكنها كانت مدرسة داخلية ودخلها جدي الصغير أحمد الجريسي فيها، وبعدين جالها قال وبعد كده جدي الكبير رفض هذا العرض ورجع خرجها من المدرسة، فقعدت في البيت تنتظر عدلها زي ما أنا قلت قبل كده ليكم. وكانت قارئة كبيرة جدا، وكانت هي اللي علمتنا ما يعني إيه تاريخ الجبرتي والفتنة الكبرى والفتنة الصغرى، وكان يحصل دايما نقاش في حضور العائلة وأخواتنا وقريبنا ما بين الشيخ اللي كان دايما يبتسم للوالدة لما تناقشه، وبين الوالدة اللي كانت قارئة في التاريخ وقارئة في الفقه إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فكانت قارئة وكانت مطلعة وكانت مثقفة وكانت يعني قائدة مجتمعية، وكانت أصلا كمان الأجمل من كده أنها كانت بتحتضن الجميع وكان قلبها نظيف، يعني ممكن يحصل مشكلة بينك وبينها دلوقتي وبعد 5 دقايق تقولك تعال تعشى معايا كذا، يعني 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 ده نظيف على طول، يعني لحظة الغضب بتنتهي في خلال دقائق أو بكتير أو ساعة أو ساعتين. رحمة الله عليها ورحمة الله على الوالد طبعا. لذلك أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن اللي بيتأثر الطفل بأداء الأم وأداء الوالد في البيت، وأنا تأثرت جدا بيها لأنها كانت طموحة وكان لها رؤية وكان لها رأي وكان لها فكر إلى آخره إلى آخره إلى آخره. جزاكم الله خير على مشاهدة الفيديو، وأتمنى أنكم تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله.